مرحبا وتحية لكل اللي بلشوا يتابعونا لمتابعة حلقة جديدة من صحتك بالدنيا. اليوم أكيد رح نطرح موضوع طبي بهمكم كلكم، ورح نستقبل عدد من الأطباء والاختصاصيين ليجاوبوا على كل أسئلتكم إن كانت اللي عم تنطرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مباشرة عبر الهاتف. شو هو موضوعنا ومين هن ضيوفنا؟ خلينا نشوف سوا. موضوع حلقتنا هو عمليات زرع الكلى. سوف نستضيف في الاستوديو دكتور سيبا كلاب، اختصاصية في أمراض الكلى، دكتور روي جوردي، اختصاصي في المسالك البولية، وهند دخيل، اختصاصية التغذية. إذا زرع الكلى وغسيلة هو موضوع حلقتنا لليوم. إذا كان عندكم أي استفسار حول هذا الموضوع فيكم تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو فيكم تتصلوا فينا على الأرقام اللي رح تمرق خلال الحلقة بأسفل الشاشة. أما هلأ خلينا نشوف شو هي آخر الأخبار الطبية بهذا الروبورتاج. في مقولة بتقول بأنه الزيتون أغنى من الذهب، ويعد زيت الزيتون كنز، فهو سائل ذهبي ممتاز. وبالسنوات الأخيرة دراسات كثيرة أثبتت العديد من فوائد زيت الزيتون، فمن أهم هالفوائد بيزيد من مرونة الشرايين، بيقلل من مستوى الكوليسترول ومن خطر الإصابة بالجلطات الدماغية، بيقلل الشعور بالجوع، بيحسن عمل الذاكرة، بيمنع حدوث الأزمات القلبية، وكما أنه يستخدم لعلاج حروق الشمس. كتير من فوائد الطبيعية بقدمها لقلنا زيت الزيتون، منشان هيك خلينا نستفيد منه وندخله بغذائنا اليومي. بدي ارجع اذكركم مشاهدينا انه فيكم تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي او فيكم تتصلوا فينا على الارقام اللي عم تمرق باسفل الشاشه. نحن وانتم هلا بدنا نرحب بضيفتنا لليوم دكتور سيبا كلاب. اهلا وسهلا فيكي. ميرسي، بتشكرك، بتشكر ال بي سي لاستضافتنا اليوم. نحن كمان بدورنا بنتشكرك. دكتور، موضوعنا هو غسيل الكلى وزراعتها، اكيد رح نحكي بالتفصيل عن هذا الموضوع، بس رح نشوف تقرير نحن وانت بسيط. زرع الكلى هو توفير كلية فيها تقوم بوظائفها لشخص الكلى عنده فقدت القدرة على أداء وظائفها بسبب العديد من العوامل اللي بتسبب الفشل الكلوي المزمن، تضرر الكلى بسبب السكري، فرط ضغط الدم، عدوى كليوية مزمنة، الحق الضرر بالكلى بسبب الأدوية، تعرض شرايين الكلى للضرر، أمراض الكلى الوراثية، وتضرر الكلى عقب مرض مناعة ذاتية. دكتور كلاب، حكينا بالحلقة السابقة عن أنواع أمراض الكلى، فيك لو سمحت ترجع تذكرينا فيها؟ أكيد، أمراض الكلى متعددة جدا. رح نحكي شوي صغيرة عن الأمراض يلي بتدق بالشرايين، أمراض بالشرايين الكلوي أكيد، بالشرايين الصغرى، أمراض متعددة جدا بتدق بمصفية الكلى، التكيس، الكلى متعددة جدا، مش رح نفوت أكيد كلها بالتفاصيل. نعم، طيب دكتور، أي أمراض من اللي ذكرتيهم بيؤدي إلى غسيل الكلى؟ كل مرض بيؤدي إلى فشل كلوي، يعني وقت الكلوي ما عم تقدر تؤدي وظائفها، يعني ما عم تقدر تعمل توازن المياه بالجسم أو الأملاح، وما عم تقدر تزيد السموم من الجسم، هون بنكون بحاجة إلى علاج، والعلاج بيقدر العلاج هو غسيل الكلى او الزرع. اكيد بنجرب نستعمل علاجات قبل ما نلجا لغسيل الكلى. هلا نحن اكيد بدنا نعالج المرض يلي بيؤدي الى فشل الكلى، بس وقتها بيصير في عنا فشل كلى ان كان حاد او ان كان مزمن، بده يكون نحن بحاجه الى علاج، لانه الكلى ما عم تقدر تعمل هودي الوظائف يلي بعني قايله عنهم. طيب شو هو غسيل الكلى؟ غسيل الكلى هو عباره عن العلاج، يعني بدنا نحاول نعطي الوظائف يلي الكلى ما عم تقدر بقى تعطيها. يعني بدنا نستعمل يا غسيل الدم، في عدة أنواع غسيل خلال هالجلسة رح نحكي عنها. طيب كيف بتم يعني غسيل الكلى؟ كيف بيشتغل غسيل الكلى؟ أوكي،
غسيل الكلى في عنا نوعين، غسيل الدم والغسيل البريتواني. غسيل الدم هو بيصير عادة بالمستشفيات أو بالسنترات، هو أكيد مغير عن الغسيل البريتواني، بنحكي عنه مفصلا. نعم. طيب شو الفرق بين غسيل الدم وغسيل البريتواني؟ غسيل الدم بيكون أول شيء المريض بمركز، المفضل يكون بمستشفى. الغسيل الدم بنستعمل الوحدة اللي هي كتير مهمة، الفلتر الاصطناعي، لأنه ما عندنا كلاوي. كيف بتصير عملية غسيل الدم؟ غسيل الدم بتصير عبر هيدا الفلتر، بنسحب دم المريض يلي هو الدم رح يكون فيه سموم عديدة من وراء فشل الكلوي. بنسحب الدم بمضخة بومب يلي هي موجودة أكيد بمكنة غسيل الكلى. لو عنا يا ريت عنا شي مكنة تنفرجيكم، بس تقريبا صوريا رح نقول كيف. بنسحب الدم، بنسحب كمية مهمة، يعني كمية تقريبا بتعادل 300 مليلتر بالدقيقة، يعني تقريبا 3 لتر بالدقيقة. نعم. هنقدر ننظفهم من خلال هيدا الفلتر. شو هو هيدا الفلتر؟ الفلتر يلي بنسميه الكلوة الاصطناعية، الفلتر أكيد يلي بيكون معلق بمكنة الغسيل، هو عبارة عن بقلبه ملايين الشعيرات. بفوت دم المريض، فإذا نحن بنسحب الدم بمضخة توصل بالمكنة، بيرجع بيوصل على الفلتر، وبيوصل هالدم على الشعيرات الصغيرة وبصير يتنقى، بيرجع نضيف على جسم الإنسان. أكيد عم بحكي بطريقة مبسطة ومسهلة. نعم. طيب قد ايه بيستغرق هذا الأمر من وقت؟ يعني دغري بفوت الدم وبيطلع، حتى ما يخسر الإنسان كتير دم ويخسر دمه؟ لأنه تيصير في تنقية للدم خلال هيدي الشعيرات، بتبادل بين الدم المريض يلي هو فيه كتير سموم والسوائل يلي نحن بنمرقها بهيدا الفيتر، عم بصير في تبادل بالشعيرات. بدها تقريبا فترة 4 ساعات كل جلسة، مينيموم 4 ساعات، لأنه التبادل بين السموم والأملاح بدها وقت بطيء، يعني بنعطيها وقت تنقدر اكيد نفلتر وننظف دمه للمريض. نعم. دكتور، هل في انواع من غسيل الكلى كما حضرتك سبقتي وقلتي، ولمين بنستعمل كل نوع؟ هلا اكيد ذكرنا هلا غسيل الدم ايموديالييز، يعني هو بيصير 3 مرات بالاسبوع، وكل جلسه مثل ما قلنا 4 ساعات، 4 ساعات 3 مرات بالاسبوع. وهيدا النوع الغسيل يلي اكثر شيء شائع ببلداننا. في نوع غسيل ثاني يلي هو الغسيل البريتواني، بريتونيال دايرزس. الغسيل البريتواني اكيد الهدف من الغسيل هو ذاته، الهدف انه ننقي الجسم من السموم والمياه الزائده والاملاح، ولكن هون ما بنستعمل فلتر اصطناعي انما بنستعمل الغشاء البريتواني. والغشاء البريتواني هو غشاء فيزيولوجي موجود بجسم الانسان وبيضبه للامعاء، يعني موجود. نحن بنستعمله، كيف بنستعمله؟ بنحط اسطر جراحيا بالبطن، بيطلع كم سنتيمتر لبرا. نعم. وبيدخل لجوا بين هيدا الغشاء، نستعمل هيدا الغشاء كانه هو الشعيرات. نعم. المريض ببيته هو بيستعمل الاكياس الغسيل البريتواني، بيغسل هو ببيته يوميا. يوميا؟ يوميا، نعم. ولكن جلسة الغسيل يلي هي بالمنزل بالغسيل البريتواني كثير مغيرة عن الايموديالييز او غسيل الدم. بتستغرق كثير وقت، بتاخذ من وقت المريض؟ بالعكس تماما. هي مفضلة أكثر شيء عند المرضى يلي عندهم شغل، يلي بيتنقلوا، يلي بيسافروا، أو للطلاب يلي بيدرسوا بالجامعات أو بالمدارس.
رح اعطي فكره من بعد اذنك، فكره طبعا. سريعه عن الغسيل البريتواني بلا ما نفوت كثير بالتفاصيل. المريض هو قاعد مرتاح، اكيد منشدد انه بده يكون بمحل نظيف جدا، لانه الاسطر يلي عم نستعمله قد ما يكون هو اسطر موصول لجوا البطن، يعني الا التهابات موجوده على الايدين، الا بكتيريا فيروسز بيقدروا يفوتوا على قلب الغشاء البريتواني وبيعملوا لنا التهابات. اول شيء اكيد بدنا نكون بمحل نظيف جدا معقم. رح نكمل موضوعنا عن غسيل الكلى، بس قبل معنا احمد من العراق. اهلا وسهلا فيك يا احمد. مرحبا. مرحبتين، تفضل. عفوا، انا عندي بدي سؤال على الكلى، وفي شغله بتصير عندي انه يطلع هواء بالادرار. احمد، وجع في الكلى اليسار. احمد لو سمحت فيك تعلي صوتك، ما عم نسمعك. نعم. نعم عفوا، انا عندي بالادرار يصير هواء بالادرار يطلع، ووجع بالكليه اليسرى، الكليه اليسرى. نعم. وهذه الحالة يعني ما شفت لها علاج، هذه فيا ريت الدكتورة انه تعطينا بس الجواب عنها. ما بعرف اذا عم بسمع، ما عم بسمع كثير، انا بتمنى يا يرجع يعيد الاتصال لانه ما عم نسمع كثير. احمد بدي اطلب منك. اي راح اعيد لك اياها، انا بالادرار عندي بالادرار يطلع هواء. ما عم بسمع. وعندي وجع بالكليه اليسرى. عندك وجع بالكليه اليسرى. وبالادرار بالتبول يطلع هواء يطلع. مع البول. احمد بدي اطلب منك لو سمحت ترجع تعود الاتصال، صوتك ابدا منه واضح. رح نكمل موضوعنا عن الكلى، كنا عم نحكي عن الغسيل البريتواني. نعم، هل هذا الغسيل ممكن يكون خطير؟ مثل ما كنت عم نحكي انه يمكن في التهابات تفوت على جسم الانسان وتؤدي الى التهابات باطنيه. هلا الوقايه افضل من قنطار علاج. يعني اذا نحن بنتوقى، وهي سهله جدا الوقايه لانه عمليه الغسيل البريتواني سهله جدا. المريض قبل ما يجينا الاتصال كنا عم نحكي بالموضوع، المريض بيكون قاعد ببيته او بشغله باوضه، يعني بده يكون بيئه معقمه. اكيد بيئه معقمه، بيلبس كفوف معقمه وبحط قان، اذا المريض هو او حدا من قرايبينه او ممرضه، بيعبي البريتوان بالسائل، السائل البريتواني اللي اكيد بيكون موجود بكياس معقمه ومسكره، بيعبي السائل بالبطن، بخليه هيدي بتاخذ تقريبا شي 10 دقائق ربع ساعه، بسكر بخلي تقريبا شي 6 ساعات هيدا السائل بقلب البطن تيصير في الاشانج بين الدم يلي موجود بالامعاء، وبعد 6 ساعات بيرجع بفضيون، بفضي السائل مع السموم والاملاح والمي الزائده، وبيرجع بيعبي، وبعد 6 ساعات يعني كثير هين، هي بتاخذ تقريبا بين ثلث ساعه ونص ساعه اذا اكيد ما في مضاعفات. نعم. طيب دكتور، انت بأي بتنصحي بالغسيل الدم او الغسيل البريتواني؟ هلا اكيد بتفرق من مريض لمريض. طبيعي المريض يلي نحن بنشجع اكثر واكثر، عم نشجع اكثر واكثر الغسيل البريتواني لانه بيعطي الحريه للمريض، يعني المريض منه مجبور يجي على المستشفى ثلاث مرات بالاسبوع واربع ساعات يقعد اربع ساعات، خصوصا كمان مره اذا بيشتغل او اذا عنده جامعات. بس الشغله الوحيده بدي الفت النظر انه الغسيل البريتواني لسوء الحظ ما بيقدر يضايقنا كثير، لانه نحن عم نستعمل الغشاء البريتواني اللي هو فيزيولوجي من جسم الانسان كهو الممبرين. نعم. يعني ما بيقدر يعيش كثير الغسيل البريتواني، ما بنقدر كثير نستعمله، يعني ماكسيموم خلينا نقول تقريبا خمس سنين، لانه بعدين بده يتضرر ويقسى وما بقى نقدر نستعمله، وما بيصير في فلتره كثير سهله وتنقيه سموم من الجسم. معنا محمد من السعوديه بده يطرح عليك سؤال. اهلا وسهلا فيك محمد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. الو، اهلا، تفضل. عفوا، انا عندي سؤال تفضل. لو سمحت، انا عندي سؤال بالنسبه للفلو حق يعني جريان البول، يعني في يعني ماني عارف ايش اسبابه، يعني من ايش اسبابه لما يكون الفلو حق
البول ضعيف، مع اني سويت تحاليل وسويت كل شيء طلع الكلى سليم وما فيها حاجه. ما ادري يا ريت الدكتوره تفيدنا لو سمحتي. واف اذا سمعت منيح السؤال. انا كمان ما كان صوته واضح لمحمد. لكن محمد بدي اتمنى عليك ترجع تعاود الاتصال فينا. مشاهدينا بدي اقول لكم انه فيكم تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك وتويتر. اذا كان عندكم اي سؤال مباشره حابين تطرحوه على ضيوفنا ما لكم الا تتصلوا على الارقام اللي عم تمرق باسفل الشاشه. نحن بريك وراجعين. رجعنا لكم مشاهدينا لنتابع موضوع حلقتنا لليوم من صحتك بالدنيا، وهو غسيل الكلى وزراعتها. اذا كان عندكم اي استفسار حول هذا الموضوع ما لكم الا تتصلوا على الارقام اللي عم تمرق باسفل الشاشه او تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نحن وياكم هلا بنرحب بدكتور روي جرد اختصاصي بالمسالك البوليه. اهلا وسهلا فيك دكتور. ميرسي، كيفك اليوم؟ الحمد لله كتر. دكتور كنا عم نحكي مثل ما سبق وشفنا عن غسيل الكلى. رح ارجع هلا لك دكتور كلاب. كنا عم نحكي عن غسيل الكلى اللي بيصير بالبيت. نعم. هل هو مؤلم؟ الغسيل منه مؤلم، ان كان الغسيل البريتواني او البريتوني او غسيل الدم منه مؤلم، الا يعني ايام اكيد بالاول، اول ما نبلش غسيل الدم نحن بنسحب الدم بدنا يكون في عندنا شكه ابره. اكيد شكه الابره بوصله الشريان رح تكون مؤلمه بالاول، بس مع الوقت بصير تخضر، بتخدر الايد، بطل المريض يحس. نسمع انه هالغسيل بترافق مع غثيان وتعب، هل هالشيء صحيح؟ الغسيل الدم بيترافق مع هبوط الضغط ايام. ليش بيصير في هبوط ضغط؟ لعده اسباب، اكثريتها انه اكثريه المرضى بيكون عندهم اصلا مشاكل متعدده صحيه غير مشاكل الكلى، مثل مثلا كسل بعضله القلب، مشاكل السكري، هودي كلنا بنعرف انه بيترافقوا مع هبوط بالضغط. هبوط الضغط بالجلسه يلي هو امر شائع بيعطي من العوارض الغثيان، وحتى المريض بيقدر يغبى عن الوعي. نعم. رجع محمد من السعوديه بده يسالكم سؤال. محمد. الو، مساء الخير. مساء النور، هلا صرنا عم نسمعك منيح. تسمعني واضح الحين. تفضل، شو حابب تسأل؟ أبغى أسأل الدكتورة إذا سمحت، عندي موضوع جريان خروج البول، يعني خروج البول ضعيف، مع إني سويت تحاليل وسويت كل شيء كانت التحاليل كويس. لكن ضعف خروج البول ما أدري إيش أسبابه، مع إن عندي نسبة الأملاح عالية شوية، ولكن تحليل عمل الكلى كان جيد. شكرا لكم. نحن بدنا نتشكر. بحب حدا يساله اي سؤال. محمد بعدك معنا؟ هلا قد ايه العمر؟ قد ايه العمر؟ 39. العمر كله. بدك تسال بعد اي سؤال؟ لا ما في. بدي اتشكر اتصالك محمد لنشوف شو رح يجاوبك دكتور راي. هلا الموضوع اكيد غير موضوع غسيل الكلى ابدا، بس هون عم نحكي نحن عن البول بالنتيجة. نحن قلنا قبل بالحلقة السابقة انه في المجاري البولية مع المبول والبروستات. هلا اكيد بهالعمر 39 سنة هو حسب ما فهمت انا مشكلته هي البول مش عم يظهر مزبوط، مش هيك عم بيقول؟ نعم عم بيقول. نعم انه عمل كثير فحوصات وما طلع معه شيء. اوكي، المشكلة هي مش بالكليوة، المشكلة بتكون بالمجاري البولية من تحت. في عندنا او مشكلة بالمبولة او بعنق المبولة. نعم. بعمر 39 اكيد ما في بروستات، هيدي اكيد بتنحل بنضور معين للمبوله، وفي اكيد ادويه بتنعطى، بس ما في عنده مشكله اكيد بالكلى، وهي مشكله من تحت بالمجاري البوليه لتحت. نعم. دكتور كلاب، في حال كان المريض عم بغسل 3 مرات اسبوعيا، هل السموم المتراكمه بالجسم من جلسه لاخرى بتاثر على حياته؟ هلا عاده نحن بس نغسل 3 مرات بالاسبوع يلي هي ما يوازي 12 ساعة، يعني بين 12 و15 ساعة كافية. إذا عم نستعمل الفلتر كتير منيح، يعني
عدد الشعيرات يلي فيه كافية تيصير في فلترة للدم مع وقت الأربع ساعات بتأدي تالمريض يعيش أكيد بطريقة طبيعية، إلا إذا المريض بين جلسة وجلسة زاد الأكل بطريقة كتير منا طبيعية، يعني زاد وزن الأكل، زاد كمية الشرب، وفي أنواع أكل غير مسموحة حتى بتشكل خطر على المريض يلي بغسل كلى. يعني السؤال إنه إذا ثلاث جلسات بيأدوا تعيش طبيعي، إيه بيأدوا، إذا المريض كمان ساعدنا وساعد طبيبه ما زاد بطريقة غير طبيعية للأكل والشرب مما بيؤدي إلى مضاعفة. نعم دكتور روحي، ممكن إنه يؤدي غسل الكلى إلى السرطان؟ هيدا سؤال حلو، لأنه في كتير دراسات عن هالموضوع. مثل ما بنقول أوقات إنه الدخان بيأثر أو أشياء أنواع من الأكل بتأثر، هون في عنا دراسات أثبتت إنه الغسيل خاصة بعد سنتين ثلاثة، كل ما يزيد عدد السنين بالغسيل كل ما يزيد نسبة الإصابة بأمراض السرطان الكلى. في كتير عوامل بتلعب هالدور، بس إجمالا ما قدروا فسروا على المظبوط، بس عملوا مثل اليان بالإتيود كلها، مثل ما الدخان أوقات بيفسروا إنه بتأثر، مثل ما النصاحة أوقات بتأثر، أثبتوا إنه الغسيل بيأثر. بس أكيد ما بيعني هالشيء إنه نحن نوقف الغسيل، لأن بالنتيجة إذا وقفنا الغسيل ما في واحد يعيش بلا كلاوي، دونك ما في مهرب منها. بالنتيجة في متابعة، ما في إنه منخاف من الغسيل، لأنه في متابعة، في صور بتنعمل، وإذا لا سمح الله انكشف إنه صار في كياس على الكلوي، مش كل كيس يعني معناتها مرض سرطاني، الكياس بدون متابعة، في منهم حتى ما بدهم متابعة، ما بيكونوا ما بيشكلوا أي خطر، وعند ظهور أي مؤشر لمرض سرطاني كله بيتعالج، مش إنه معناتها خلصت الدنيا، بس أكيد في نسبة معينة من مرض. إيه هي هالنسبة؟ يعني هل سرطان الكلى هو مرض صار منتشر؟ لا ما فينا نقول هيك، لأنه بالنسبة للمجاري البولية في أمراض في البروستات وفي المبولة هن شائعين أكثر. مرض سرطان الكلى مش كتير شائع وعلاجه هين. نعم الحمد لله. ما هي هلا اكيد نسبته عم بتزيد، لانه مش لانه يعني عم بتزيد، لانه عم بيصير في صور عم تنعمل بشكل اكبر. قبل يمكن ما كان في عصر الايكوغرافي وعصر السكانر، هلا بس تروح دغري بيطلبوا لك سكانر او ايكوغرافي، فاوقات كثير بنكتشف هالكيس على الكلوي او هالتيومر بطريقة مثل قلنا بالفرنساوي ديكوفيرت فورتويت، ما بنكون جايين من شان غير شيء، عشوائية بنعمل صورة بنكتشف. هيدي هي من هيك عم نقول انه عم بيزيد نسبة الكانسر، يعني ما لها عوارض اجمالا، بس تكون باول بتذكر انه قلت بالحلقة الماضية انه وقت يصير لها عوارض بيكون فات الاوان. ما هي هلا اجمالا اول شيء ممكن ما يكون في لها عوارض، بنكتشفها بالصور، بيجي المريض من شان غير شيء بنعمل صورة بنكتشف في ورم على الكلوي. ثاني شيء ممكن يكون في دم بالبول، هيدا اكثر شيء ممكن نلاقيه، دم بالبول وما بيشوفه المريض، ممكن ما يشوفه المريض، بفحص البول بنعرف بنلاقي في دم بالبول، ساعتها بنشوف نعمل فحوصات وصور اكثر لنعرف اذا في ورم ولا لا. ثاني شيء بس يبلش يعطي وجع، يعني معناتها مبدئيا صار الورم كبير وبس يبلش يعطي. طب هون ممكن الشفاء منه وقت يصير الورم كبير؟ ايه هلا هون القصه انه غير كل الاورام، حتى الدراسات الاخيره اثبتت انه إذا كان ورم الكلوي لو حتى صار فيه انتشار بالجسم، كان الباز هو ورم كلوي صار فيه انتشار بالجسم بالكبد بالرواية، هلا أثبت الدراسات إنه حتى إلى أهمية أكبر ومنطول العمر أكثر إذا بنعمل العملية ومنشيل الكلوي، لأنه بغير أورام بنقول إذا انتشر خلص بنروح للعلاج الكيميائي أو العلاج بالأدوية. هلا بالمرض الكلوي سرطان الكلوي لا، بنقول إنه إذا بنعمل عملية بنزيد عدد السنين للشفاء من المرض. طب هون وقت تشيلوا الكلوي شو بيصير؟ مبدئيا المريض، اذا المريض عم بغسل؟ لا هلا اذا كان عم بغسل او ما عم بغسل بالحالتين، يعني ممكن نزرع كلوي هون؟ هلا اذا مش عم بغسل وشلنا كلوي، انا بقول لك المريض في يعيش بكلوي وحده بكل سهوله. اذا عم بغسل؟ هلا اذا عم بغسل اجمالا انا العلاج ما هي يعني بنشيل نحن اذا كان عم بغسل دونك الكلاوي رايحين، بس اذا صار في كانسير نحن عم نغسل الكلوي مجبورين نشيل، لانه هون صار في مرض، اذا ما شلناها بينتشر بالجسم يعني الوفاه بتصير من وراء الكانسير، مجبورين نشيل بنشيلها. بتيجي طيب ما الكلوي مش عم تشتغل، ايه بس صار في مرض، هون مجبورين نشيل الكلوي. نعم. دكتور كلاب، قد ايه المريض بيضل عم بغسل الكلى؟
اذا يعني كان غسيل الكلى بده يترافق معه طول ما هو عايش طول حياته، ولا بده يجي وقت خلص؟ خلينا نقول شيء بوزيتيف. ايه يا ريت. اوكي، ما انه عم نحكي الامراض وفشل الكلى. هلا في حال فشل الكلى الحاد، الحاد اذا كان مثلا صار في اي انسداد بالمجاري المجاري البوليه، هون بيسعفنا دكتور جردي وبيساعدنا بيفتح لنا المجاري، بنسميه فشل كلى حاد، تقدر الكلوه ترجع تقلع. نعم. في عده اسباب، ولكن بس يصير فشل كلى مزمن، يعني الكلوه خلص فقدت كل وظائفها، صارت عم تشتغل تحت ال 15% او تحت ال 10%، العلاج لازم يصير في علاج، ولا الانسان ما بيقدر يعيش بلا كلى. بلا كلى. واذا ما عندنا حل، يعني الحل الوحيد هو رح يكون يا الغسيل، ان كان غسيل الدم او غسيل بريتوني او الزرع. طيب، يعني هون ما في عندنا الا غسيل بدنا البديل عن الكلوه، بدنا ناخذ يا بديل اصطناعي يا البديل بيولوجي يلي هي زرع الكلوه. نعم. طب المريض اللي بيغسل الكلى بيعاني من زياده البوتاسيوم، شو الحل هون؟ هلا برجع متذكر انه وظائف الكلوه انه هي تفلتر السموم وتفلتر كل شيء زايد من الاملاح ومنهم البوتاسيوم. والبوتاسيوم نحن كامراض كاخصائي بامراض الكلى كثير بهمنا، لانه من الاملاح اذا تكدست بالجسم من جراء توقف الكلوه، البوتاسيوم هو كثير خطر، والبوتاسيوم بيجي من وراء الاكل يلي هو الاكل الكثير غني بالبوتاسيوم. لاي درجه يعني خطر؟ بيقدر يقتل. يعني مريضنا نحن بالغسيل الكلى بنقول له انتبه على الاكل، يعني بتقدر ما تقدر توصل على الجلسه. نعم. بيعمل ذبحه او بيعمل اي مشكله بالقلب. العلاج اذا علي البوتاسيوم كثير اكيد هو علاجه الغسيل دغري، يعني حاله طارئه بنغسل له. اذا نحن بنغسل 3 مرات بالاسبوع واجا المريض متضايق وجع بالصدر او انحلال دغري، نحن بنعرف انه معقول بوتاسيوم يكون عالي، ودغري بنعمل له جلسه بالعنايه سريعه تما يكون تو ليت والمريض نفقد. رح نكمل موضوعنا عن غسيل وزرع الكلى، بس قبل معنا ساميه من مصر، اهلا وسهلا فيك. اهلين فيكي. ممكن اسال الدكتوره سؤال؟ لما الواحد يروح يعمل سونار سونوجرافي، شو الحاجات اللي لازم اعرفها من الدكتور على انه الكليه سليمه؟ طول السونار، طول الكليه، عرضها، حجمها، عشان اتاكد انه ما فيش فيها انتماش. والسؤال الثاني اللي عندي، ايش اللي قصد الدكتور بالكيس حوالين الكليه؟ هل السيست على الكليه ممكن يتطور لسرطان لما يكون سيست على الكليه في بالصدفه اكتشفت وما فيش اعراض؟ دكتور رويا، عندي سؤال الي؟ نعم دكتور، حب سؤال. طيب شكرا، خليكي بس معنا شوي. ساميه عم تسال عن كيس الكلوه. ايه؟ على سكانر بينعطى بينعمل سكانر وبينعطى برودوي بالعرق حتى ينعرف شو نوع الكيس. في كيس من دغري فينا نعرف انه ما بدهم متابعه، حتى ما بدهم اي شيء الا اذا وجع، واذا كثير كبر الكيس وعم يعمل له وجع ساعتها بنقدر نشيله، بس اذا مش عم يعمل له وجع ولا شيء، في انواع كيس ما بنعمل شيء فيهم. في كيس اخرى بدل متابعه بنصير له مثلا كل 6 اشهر او كل 3 اشهر او بنصير كل سنه نعمل صورة، دائما بالصور بنتابع. وفي كيس دغري ببينه، هي الصورة بتفرجينا كل شيء، في كيس بنقول لها خلاص مفروض نشيله لأنه في أشاير أكثر من 90% في ريسك إنه يكون كانسير، ساعتها بنشيله، بس مش كل كيس على الكلوة معناتها إنه في كانسير، هي لازم يعرفوها إنه مش كل كيس، في كيس ما بنعمل لهم شيء، بنقول خلاص نسوء أمره. نعم. معنا هلا كمان سمر من لبنان، حابة تطرح عليكم سؤال، أهلا وسهلا فيك سمر. بونسوار. بونسوارين، تفضلي. بليز بدي اسال الدكتور. نعم. الكعاب الاجرين اذا الواحد حس فيهم اوقات الصبح عم يزعجوه وشويه وجع على الكلاوي، هيدا اشاره لشيء؟ مع انه بفحص الدم الكرياتينين طالع منيح يعني. وشو بدي اقول؟ بس هيك، بس بدي اشوف هاي اشاره لشيء بالكلاوي. نعم. وجع كلاوي وشو كمان؟ لا وجع كعب الاجرين ووجع كلاوي. اذا بتسمح لي بسؤال، في شيء مشاكل سكري مدام؟
حضرتك تعرف اذا عندك شيء مشاكل سكري او حدا بالعائله عنده مشاكل سكري؟ لا انا لا ما عندي، حتى باهلي ما عندهم سكري. لا اوكي. وما في بيصير ورم بالاجرين؟ لا ابدا، بس بحس انه ازعاج اوقات بالكعوب ونفس وجع اوقات بالكليوه بحسهم هيك. بس انا حدا قايل لي، قلت لاسالكم هلا. هلا اذا بالصوره ما في تضخم بالكليوه، يعني هاي الوجع مش وجع كليوه. اما مش عامله صوره دكتور. بس عم بعمل فحص دم، ومره عملت ايكوغرافي لبصريني وهيك ما قال لي في شيء، يعني من سنتين هي. هلا مبدئيا المفروض الفحص السريري بيفصل بهالشيء، المفروض تشوفي حكيم اكيد. اذا الفحص السريري ما قدر يعرف الحكيم اذا من الكليوي ولا مش من الكليوي، بيطلب صوره صغيره ايكو ببين اذا من الكليوي ولا لا. يعني هون بتنصحها تعمل صوره. مزبوط. اوكي اكيد بتشوف طبيب. ميرسي. بدي اتشكر اتصالك. بدي نصيحه منكم للناس اللي بيغسلوا الكليوي. النصيحه للمريض اللي بيغسل الكلى، اول شيء بنقول لهم انه هيدا علاج وهيدا حل. يعني بعرف انه صعبه، خصوصا المريض يجي على سنتر يغسل ثلاث مرات اربع ساعات. في امل وفي على طول علاجات. ينتبهوا على صحتهم وعلى الاكل يلي فيه بوتاسيوم. وفي زرع مش لكل المرضى اكيد. نعم دكتور، كمان شو بتنصحهم؟ ما هي انا بدي اقول انه ما يخافوا من الغسيل، ويفكروا انه ممكن كمان نوصل للزرع، كمان الزرع هو امل جديد لالهم يرجعوا يعيشوا حياه طبيعيه. نعم، هيك بنكون سكرنا موضوع غسيل الكلاوي، لننتقل بعد البريك لموضوع زرع الكلاوي. مشاهدينا اذا كان عندكم اي استفسار حول موضوعنا لليوم، ما لكم اذا تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي او تتصلوا فينا على الارقام اللي عم تمرق باسفل الشاشه. راجعينكم بعد البريك. رجعنا لكم مشاهدينا لنكمل حلقه اليوم من صحتك بالدنيا. لكل اللي حابب يستفسر عن اي موضوع فيه يتواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، او اذا كنتوا حابين تطرحوا اي سؤال مباشره على ضيوفنا، ما لكم الا تتصلوا على الارقام اللي عم تمرق باسفل الشاشه. اذا لاي سبب من الاسباب ما قدرتوا تتابعوا حلقتنا لليوم او الحلقات اللي مرقت، فيكم تتابعوها على اللينك اللي عم يمرق باسفل الشاشه. من جديد بدي ارحب فيك دكتور كلاب وفيك دكتور جردي. كنا عم نحكي بالفقرة المرأت عن غسيل الكلى، هلأ بهالفقرة رح نحكي عن زرع الكلى. فيكي دكتور كلاب تعرفين عن زرع الكلى، ما هو زرع الكلى؟ زرع الكلى هو حل من الحلول الجراحية لاستبدال أكيد الوظائف الكلوية اللي بطلت، وبصير عنا فشل كلى كلوي مزمن. هو من العلاجات المتوفرة، يعني علاج جراحي. في عمل هو عمل جراحي بيهدف لاستئصال كلوي ما بها شيء، مش مريضه ابدا، بهدف زرعها بجسم اخر لتعمل وظيفه الكلوي العاديه. نعم، بيقولوا زرع الكلى لازم يكون من حدا كثير قريب؟ مش بالضروره، يعني اكيد هلا فيكون من الخي، الاخت، الابن، الجد والست، حتى فيكون من المراه الزوج او الزوجه. وبالنتيجه في فحوصات بتنعمل لينعرف على المظبوط، بس كل ما يكون ممكن يعني حدا ياخذها من حدا ما بيعرفه مش من العائله او ممكن، بس احنا اول شيء بنبلش بالعائله مبدئيا، لانه الشانس اكثر انه نوقع على تشابه ويكون في الفحوصات يكونوا متطابقين. وحتى مثل عم لك فيها يكون من الزوج، اجمالا الزوج او الزوجه ما بيكونوا قراب من بعضهم. نعم، دكتور كلاب مين بيكون بحاجه لها العمليه؟ زرع الكلى كل مريض مصاب بالفشل الكلوي هو بحاجة إلى علاج. وأكيد إذا ما عنده أي مشاكل صحية بتمنع من زرع الكلى، نحن أكيد بنحبذ زرع الكلى لأنه هو من الحلول المهمة. طب أمتين بنوصل لزرع الكلى؟ نوصل لزرع يفشل غسيل الكلى؟ هلا إذا نحن أكيد مثل ما قلنا بأول حلقة إنه غسيل الكلى هو أكثر شيء شائع لأنه أسهل. زرع الكلى منه كثير سهل لأنه بده يكون في عنا متبرع، وأكيد بدنا
في فحوصات كتير للمتبرع وللمريض هو بحد ذاته، مش سهل كتير، مش كتير سهلة خلينا نعم. نقول. وأغلبية الأوقات منبلش بالغسيل تنكون توفرنا كلوة، يعني ما مننطر بس تنعمل الزرع. طب ليه هون كنت عم بسألك ليه ما نلجأ للزرع؟ يعني بأي حالة وقت يفشل غسيل الكلى، وقت نوصل لمحل ما بقى فينا نغسل الكلاوي، وقتها بتنصح المريض انه يا بدك تفارق الحياة يا بدك تزرع لهون لهون لحد بيوصل؟ هلا في من الحالات الاستثنائية بغسيل الدم، وقت ما ببطل عنا شرايين، يعني نحن تيصير في عنا عملية غسل الدم، يعني نسحب الدم نرجع نفلتره، إذا ما بقى عنا ولا أي شريان نستعمله نقدر نمرق على شيء تاني، الغسيل البريتواني. إذا كان الغسيل البريتواني كمان مستحيل، الحل الوحيد يلي بيتبقى لنا هو زرع الكلى. نعم دكتور روي، كيف بتتم عملية زرع الكلية؟ أنا بس بدي قبل أتطرق لموضوع مثل ما قال الدكتورة كلاب، بالنسبة للغسيل هو إحدى الحلول، بس أكيد إذا فينا نلجأ من بعد الفشل الكلوي المزمن، إذا فينا نلجأ للزرع دغري قبل ما نتجنب كل العوارض الجانبية تبع الغسيل بيكون أحسن. بس للأسف عنا بلبنان مبدئيا زرع الكلى مش مثل بلاد برا، بلاد برا لأنه في كتير من بلاد العالم بس يخلق الولد دغري بالقانون البلد هو واهب لاعضاء، الا اذا هو كتب لاتر انه ما بده يهب اعضاء. يعني معناتها في عنا زرع كلى مش بس من حي، من انسان ميت بصير. دونك زرع الكلى شائع بشكل كثير، في سنترات اكبر، وكل مين بيموت موت دماغي دغري بصير ممكن كثير انه يصير في استئصال للكلوه وينعطى. هون بلبنان للاسف ما في قانون لهالشيء، وبعدنا كثير بعيد عم النادي اكيد وهب الاعضاء وكل شيء، بس بعدنا بعيد. من هيك بنلجا اول شيء للغسيل، لانه هذا مثل بقولوا الشيء المتاح لنا الاسرع، بس اكيد زرع الكلوي اذا نعملها من الاول بيكون احسن. بس هلا نحن بنبلش بالغسيل وبعدين اكيد. كيف بتتم عمليه زرع الكلية؟ زرع الكلية اول شيء اكيد مش بحيالة مستشفى بتتم، او دي سنترات كبيره، مستشفيات كبيره بدها تتم. ومبدئيا زرع الكلى او بيكون من وراء استئصال لكلوه من انسان حي، اللي هي اكثر شيء عم بتتم بلبنان، او من انسان ميت. سبق وكنت عم تقول الدكتور ممكن في كلوه اصطناعيه، شو يعني هالشيء؟ سوري، يمكن الكلوه الاصطناعيه هو الفلتر يلي بنستعمله على المكنه، بس منا تما يصير في اي سوء تفاهم، منا كلوه منا بنرسمها كلوه وبنزرعها. هيدي بنسميها رنقة كلوه. نحن لا ما في، نحن الكلوه المزرعه كلوه طبيعيه من انسان اكيد. بتم استئصال، بنستقصي الكلوه اجمالا، بناخذ كلوه الشمال لانه الشريان بكلوه الشمال الفان يعني بتكون طويله، بيكون اسهل للجراح انه يزرعها. اكيد اذا في مشكله على الكلوه الشمال عند المريض بنضطر ناخذ اليمين، بس اول شيء نحن بنفتش على الكلوه الشمال. ناخذها وبنرجع بذات الوقت من بعد ما نستأصلها باول غرفه، بيكون في فريق ثاني طبي بثاني غرفه بذات الوقت عم بيحضر لعمليه الزرع. يعني المريض اللي عم يستقبل الكلوه بيكونوا شقوا وبلشوا يحضروا للزرع. ناخذ الكلوه اكيد بنحطها دغري ب ثلج لحتى يضل الفونكسيون تبعها منيحه، وبنزرعها بالجسم. مبدئيا عمليه الزرع بتاخذ حوالي ساعتين ثلاثه حسب اكيد كل جراح، بتفرق بين نص ساعه بالزيد نص ساعه بالناقص. يعني قد ايه تقريبا بتستغرق العمليه؟ ما هي يعني اجمالا ثلاث ساعات، بس قلت لك لحتى تكون سريعه بده يكون فريقين عم يشتغلوا باوضتين، فريق طبي من كل مطرح بنشيل الكلوه من اول اوضه دغري بنروح على ثاني اوضه بتكون مجهز المريض الثاني وبنزرعها. ممكن ينقم فيها العمليه للاطفال؟ مظبوط، الاطفال اكيد لهم حصه بهالموضوع. بالنسبه ل اكيد ما بنستأصل كلوه من طفل تحت العمر 18، ما في، يعني كل شخص بده يكون فوق 18 حتى ناخذ له الكلوه، بس الطفل فيه يستقبل كلوه بحيال العمر. اكيد اذا كان كثير صغير بدك تقولي له كيف الكلوه كبيره، بده بنغير اكيد بالعمل الجراحي تبعنا، بدل ما نوصلها على شريين صغير نوصلها على شريين اكبر، وبتتم العمليه بشكل منيح. دكتور كلاب، بحال قمنا بزرع كلية
لمريض عنده كلية وحدة، هل هالشيء بيساعد انه يطول عمر الكلية اللي كان عنده اياها؟ هلا نحن ما بنعمل زرع الا وقت بيكون صار في عنا الفشل الكلوي، بس وقتها السؤال اذا كانت الكلوة عم بتبلش تتضرر ما في شيء رح ينشطها، يعني ما رح نزرع كلوة في حال كلوة بعد ما فقدت كليا وظيفتها. نعم. طيب بحال تأخر المريض عن إجراء هذه العملية لسبب من الأسباب، يمكن ما في متبرع، شو بصير هون؟ بس نحن نكون صار عنا فشل بالكلى، يعني الكلاوي صار عم بيشتغلوا أقل من 15% وبلشت العوارض تسمم الجسم، يعني بلش المريض يتراجع يستفرغ يضعف يتضايق كتير، لازم اكيد نبلش بالعلاج المتوفر ان كان غسيل الدم او الغسيل البريتواني لتنقية السموم، ولا حياة المريض بتصير بخطر. نعم. كنا عم نحكي شوي عن الواهب او المتبرع، طيب ببلداننا نحن يعني بالبلدان العربية كيف ممكن الحصول على كلية لزرعة؟ هلا اول شيء بالنسبة للانسان الحي، دونك اول شيء بنبرم على اللي بيقربوا من بي للام للجد للست للاخوه للاولاد وبين الزوج والزوجه، نعمل فحوصات. كل مريض بده يتبرع بكلوه، ما بدنا نسميه مريض، كل شخص بده يتبرع بكلوه، اول شيء بده يكون بصحه جيده، ما بده يكون عامل عمليات قبل كثير كبيره، ما بده يكون عنده امراض حتى من الامراض الكانسير او الامراض السرطانيه ما بده يكون موجوده، بوقت اللي بده يكون في تبرع ما بده يكون في عنده انفكشن. مبدئيا بده ينعمل فحوصات كامله دم وبول حتى نتاكد انه ما في اي مشكله، بده نتاكد كمان انه هالشخص فيه يعيش حياته الباقيه بكلوه وحده، لانه اذا لا سمح الله عنده سكري او عنده ضغط او عنده مشاكل معينه بالشرايين، العيش الحياه بكلوه وحده اكيد ممكن تاثر عليه، ممكن يصير هو بده غسيل كلى بعدين، يعني ما نتاكد 100% انه هالشخص بيقدر او زرع زرع ما هي ممكن يعيش بكلوه وحده، ساعتها بنقدم على الخطوة الثانية اللي هي أخذ الكلوة. أما بالنسبة ل يعني بتكون موفرة في شروط معينة، مظبوط لو للواهب تقدر يوهب أكيد. أكيد في فحوصات ما نعملها، غير قصة إنه التطابق الدم، في فحوصات هو بده يجريها حتى ما نعمل فحوصات وصور لحتى نتأكد إنه لا سمح الله ما يكون في عنده كانسير بشي مطرح مخبى. هيدي أول شغلة. ثاني شغلة، إذا شخص صار فيه ما ناخذ من شخص ميت، يعني وفاة صار فيه حالة وفاة دماغية، هون أكيد بس يصير في حالة وفاة دماغية بده ينحط هالشخص على آلة مشان نكفي الدم تدفق الدم بالقلب وعلى الكلاوي، ودغري يصير في تبرع، بيكون في اكيد هون عمليه شوي اكبر بكثير وكومبلكس، بده يكون في ناس على الويتنج ليست مثل ما بيقولوا لهم، يعني مثلا اول شخص على الويتنج ليست بيكون فلان الفلاني، هيدا بياخذ بهالسنتر مثلا معين، هيدا رح ياخذ اول كلمه متوفره من مريض توفى، بس يصير في الوفاه دغري بيتصلوا بهالشخص بيقولوا انه صار في عندنا كلوه، بده يتوجه للمستشفى لحتى يبلش يتحضر للعملية. هلا اجمالا نسبة النجاح للزرع الكلوي من شخص حي اكيد اكثر من شخص ميت، افضل ونسبة نجاحها اكثر، يعني في عنا نسبة نجاح من 85% ل 95%، بس مش معناتها ما بنعمل من شخص ميت، لانه مش دائما بيتوفر عنا شخص حي يعطي يوهب كلوي، فاذا بناخذ الريسك وناخذ كمان من شخص ميت. وهون اكيد في كثير كومبليكاسيونات للعمليات، ولازم نعرف انه بس يكون في عمليه طارئه الكومبليكاسيون المشاكل تبعها بتكون اكثر من عمليه منظمه، يعني وقت ما نوهب الكلوه من شخص حي بتكون عمليه منظمه ما في اي ايرجنس فيها، فريقين طبي بيشتغلوا، بس يكون في شخص ميت هون في سرعه بالموضوع لانه في وفاه دماغيه، دونك في حكم البنج بدهم يشتغلوا لحتى يخلوا الدم يكفي بالكلوي والقلب، بمقابل في تحضير للمريض الثاني كمان بشكل سريع، اوقات كثير ببلاد برا بتصير بالليل الساعه 3 بالليل بتصير عمليه الوفاه، دغري بدها تصير استئصال كلوي ناخذها نحطها بالثلج حتى نرجع نزرعها. يعني هون المريض بكون بمستشفى ناطر حدا انه لا اجمالا ما هي بينطر بالبيت بينطر بالبيت بس معهم رقمه ومعهم كل شيء، بس يصير بدقوا لهم بدك تتوجه دغري على المستشفى، يعني مبدئيا مشان هيك الريسك اجمالا تبع هالعمليه بيكون اخطر من العمليه العاديه اللي بتتم عنا بلبنان. نعم. دكتور كلب، شو هي الفحوصات اللي بتقوموا فيها للمريض وللواهب؟ سبق كان عم بقول دكتور روي انه في فحوصات دم اكيد سبق، وتفضل دكتور جردي وحكي مفصلا عن الفحوصات يلي بيتطلبها
اولا المريض يلي هو عنده الفشل الكلوي يلي هو راح نزرع له، والمريض والواهب عفوا والواهب. الفحوصات هن كثير كتار، خلينا نبلش بالفحوصات المريض. بدنا نتاكد انه ما عنده اي اورام خبيثه خبايه شي محل. ليش؟ اولا لانه عم نعطيه ادويه للمناعه، عم تخفف المناعه فالجسم ما يقدر ما يرفض هيدي الكلوه يلي عم نزرعها من شخص ثاني. في هالحاله اذا كان في اي اورام شي محل بالجسم وعم نعطيه هيدي الادويه بيقبوا بينتشروا. ثانيا اكيد بدنا نتاكد ما يكون في التهاب. الالتهابات ممنوع نزرع لانه بدنا نعطي كمان ادويه المناعه. فاذا عند النساء اون جرو بنعمل فحص الثدي، فحص الازازه، عند الرجل فحص البروستات نتاكد انه ما في اي مشاكل. ومن الفحوصات الكثير مهمه فحوصات الفيروسز، يعني نتاكد انه ما في او في حال وجودهم بدنا نعالجهم فيروس الهيباتيتس بي سي او الاتش اي في. الفحوصات الانسجه، الفحوصات الانسجه كثير مهمين. ليش؟ كل انسان بيخلق مع تايب انسجه، وكل انسان مغير عن الشخص الثاني الا اكيد في حال توأم متشابه مثل بعضهم، بيكونوا خلقانين مثل بعضهم. وكل ما يكون الواهب المتبرع والمريض بيشبهوا بعضهم هالاش ال ا، نسبه نجاح الكلوه انه تبقى تعيش بلا رفض، بلا ما الجسم يرفضها، طبيعي بدها تكون اكثر. احنا بنحاول نشوف الماتشنج اكثر شيء بين بعضهم، طبيعي بنشوف المشاكل القلب، يعني المريض لازم يكون يشوف طبيب القلب، يعمل صوره صوتيه، مجهود تخطيط، فحوصات هودي الاكثر شيء بنطلبهم. هون الفحوصات للمريض عم نحكي. نعم رح نحكي عن الفحوصات بالتفصيل عن الواهب، بس قبل رح ناخذ بريك. مشاهدينا اذا كان عندكم اي استفسار حول الموضوع انا ما قلت لكم الا تتصلوا على الارقام اللي عم تمرق باسفل الشاشه. نحن بريك صغير ورجعنا. رجعنا لكم مشاهدينا لنكمل حلقة اليوم من صحتك بالدنيا اللي عنوانها غسيل الكلى وزراعتها. بدي ارجع اذكركم انه فيكم تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك وتويتر، واذا كان عندكم اي سؤال حابين تطرحوه مباشرة على ضيوفنا فيكم تتصلوا على الارقام اللي عم تمرق باسفل الشاشة. نحن مكملين مع دكتور روي ودكتور كلاب، كنا عم نحكي عن الفحوصات اللي لازم يقوم فيها المريض قبل ما يتم زرع الكلى، يعني عملية زرع الكلى. هلا شو هي الفحوصات اللي لازم يقوم فيها الواهب؟ هلا اكيد اللي حكينا عنه هي شقفة صغيرة من الفحوصات، لانه نعم. بيبقى كمان من اهم الفحوصات يلي ما ذكرتها فئة الدم، لانه بدنا نعملها للواهب وللمريض بحد ذاته، لانه يكونوا نفس فئة الدم. واكيد غير فيروسات والبكتيريا، يعني مش رح كثير اتطرق لكل الفحوصات. اما الواهب اول شيء اكيد بده يكون بصحه سليمه، يعني تاكد انه هو بحد ذاته ما عنده اي كسل كلى، يعني في يعطي الكلوه، ما عنده اي مشاكل مثل ما تفضل دكتور روي وقال مشاكل سكري او مشاكل ضغط بتعرضه انه يصير في مشاكل كلى. وبدنا للامور جراحيه صوره سكانر للشرايين تشوفوا الجراحين هن كيف بدهم يشيلوا، للمريض اولا وللواهب لانه بدهم يعرفوا وين بدهم يشيلوا، وين بدهم يحطوا من شريان الى شريان. هيدي اكيد بطريقه مصغره ومبسطه للفحوصات. يعني بس انا بدي اقول شغله. نعم انه بالنسبه للصوره بنطلب منها صوره ملونه للكلاوي، لانه هي عمليه الزرع بتتم بنقطع شريان الكلاوي، شريان الكلوي اللي عند الواهب، وشريين الكلوه بنوصلهم عند اللي عم بياخذ الكلوه بشريين من تحت مبدئيا باسفل البطن، بنوصلهم نوصل مجرى البول على المبوله.
هيدي هي عملية الزرع اللي بتتم، فكل عملية شريين بشريين، يعني معناتها من هيك بنعمل شريين مع بعض. مزبوط، من هيك هي دقيقة، عملية كثير دقيقة، لأنه بنوصل الشريين ببعضها وبنوصل أكيد مجرى البول على المبولة، فالشريين ما نوصلها ما نتأكد إنه ما تكون مسكرة بمطرح معين، إن كان عند الواهب أو عند. طيب هل ممكن هون حياة الواهب يعني تصير خطرة أو تتأثر، أو هل ممكن بده يضل بحاجة لمتابعة طبيب بعد العملية؟ هلا بالنتيجة كل عملية، عمل جراحي، في له سلبيات، هيدي ما فينا نهرب منها، يعني ما فينا نتخبى ونقول بس خاصه هون انه عم بيوهب بشيء من جسمه، يعني صار عم بعيش بكلبه وحده هون، مزبوط. هلا هون بيتاثر، هلا هي مش هون المشكله اكثر ما هي ممكن لا سمح الله مثلا خلال العمليه اكيد يصير في مشكله معينه، من هيك مبدئيا نحن بس نكون عم نعمل عمليه استئصال كلوي بنفكر انه هذا الشخص هو واهب، هو لانه مريض وانه شيء، هون نحن بحطنا بموضع ستريس انه اي كومبليكاسيون بتصير خلال العمليه نحن ما نفكر انه نحن صارت هالكومبليكاسيون، هالمريض مسؤولية، ايه مسؤولية كبيرة، هالشخص منه مريض، هالشخص عم يوهب، عم يعمل وهب اعضاء لشخص تاني مشان يحسن له حياته، فنحن هدفنا ما ننزع حياة هالشخص هيدا، يعني هون بتكون العملية اندر ستريس كثير قوي للجراح. نعم دكتور جردي، هون وهب الكلية الواهب، كيف هون بتتأثر حياته؟ يعني بينقص شيء من حياته، بينقص من اللي مبدئيا لازم نعرف انه الشخص في عيش بكلبة وحدة، هيدي معروفة، بس أكيد لازم يداري حاله، يعني بده يتوقع أكيد قبل ما بيكون، ما بيكون في عنده لا كوليسترول ولا سكري ولا ما هي بيروح لعنا مبدئيا أكيد من بعد هالعملية بده يعيش بكل وحدة وبده يروح عند حكيم كلى لحتى يتابع، بس في نصائح معينة بده يتبعها بالنسبة لك تسمح لنا سحلنا فيها دكتورة كلاب، انه فينا نعطيه نصايح شوي انه يتجنب السكري، يضل يعمل فحوصات كل 6 اشهر او كل سنة منشان الضغط، الكوليسترول، التريجليسيريد، اهم شيء رياضة، تخفيف الملح، اللحمة والدجاج والسمك، هودي بصير اصابته فيهم اكثر، مضبوط، يعني حتى يحافظ بس على الفونكسيون تبع الكلوة، يعني يكثر من اكل مثلا الخضرة والفواكه، يقلل من اكل اللحمة اللي هي بتضر اكثر، والباقي اكيد فيها تفصله دكتورة كلاب، بس انه مبدئيا هودي هن الاشياء الاساسيه. في شيء حابه تضيف فيه دكتوره كلاب على حديث دكتور؟ ما لا لا بصراحه دكتور جردي طرق كل المواضيع المهمه، وافتر اول الواهب يعني عم يوهب شغله من جسمه، نفسيا له شغله كثير كثير مهمه، المتابعه بده يعرف انه بيقدر يعيش كومبليتلي نورمال طبيعي، بس بده ينتبه مع الوقت انه ما يوصل لاي فشل كلوي، بيقدر يعيش طبيعي مع كلبه وحده. نعم، طيب قد ايه نسبه نجاح العمليات؟ العمليه مبدئيا سبق وقلنا 85 ل 95% في نجاح، بس اكيد في عندنا نسبه صغيره من الفشل بتصير مع الوقت، يعني ممكن الجسم ما يتقبل الكلوي، هيدا الشيء بيصير ممكن يصير بعد ايام او بعد اسابيع. من هيك بده دغري ببين معكم اذا هالجسم تقبل هالكلوه مبدئيا، اذا عاملين الفحوصات بشكل منتظم وبشكل منيح مش مفروض يكون في دغري بالعمليه. من زمان يمكن كان الفحوصات مش كثير دقيقه، ممكن كان يصير عندنا روجيه مثل ما بيقولوا باول، يعني نحن بالعمليه بنشوف انه الجسم ما قلعت الكلوه، ما رجعت لونها الطبيعي وما قلعت، ساعتها بنوقف العمليه، بس مبدئيا من بعد كل هلا التقنيات والفحوصات اللي عم بتصير مش مفروض يصير في دغري بالعمليه، اللي بيصير هو بعد ايام واسابيع، هيدي اكيد بيكونوا حكم الكلى عم بيتابعوه بالعنايه بعد العمليه بيرجعوا، مزبوط، لانه اجمالا وبعد نحن بس وقت الزرع بس يرجعوا بس يرجعوا عند حكم الكلى، بس هن بيعملوا هن بيعملوا اصعب شيء، نحن شو بنعرف بس لما منكم ما فينا دكتور كلاب، وقت يجوا لعندكم المرضى قد ايه يعني قد ايه فتره المراقبه لازم تكون بعد العمليه؟ هلا بعد العمليه اكيد مثل ما دكتور جردي تفضل وقال، نحن اكيب طبي كلنا مع بعضنا نتعاون، لأن المضاعفات بعد العملية مثل أي مضاعفات عملية معقولة تصير، رح أذكر منها معقول أيام البول يصير يمرق البول بالجرح، أيام معقول يكون في التهاب بالجرح، أي مضاعفات عملية مع أنه هني مضاعفات منن كتير خطرين، المضاعفات الطبية مش الجراحية اللي معقولة تصير يصير في تاخر انه تقلع الكلوه، هيدي شائعه ما بتخوفنا لسبب من الاسباب، ايام اذا بحاله طارئه اخذنا الكلوه تاخرنا شوي صغيره تنزرعها، شوي تاخر بالوقت، الكلوه بدها شوية وقت تتقلع، غير مشاكل الالتهابات او مشاكل الرفض،
يلي هي الرفض معقول تصير بالساعات immediately او الرفض معقول تصير بالاشهر او الرفض معقول تصير بعدين. دونك المتابعه اول متابعه اول ما بيطلع المريض من عملية الزرع طبيب الكلى بده يكون موجود ويتابعه بالساعات بالساعات عم نحكي مع اكيد الفريق الطبي. بعد 48 ساعة عادة الخطر بيكون الخطر بيكون زال او خف، بيطلع المريض من العناية اذا ما صار في اي مشكلة ومنتابعه بطريقة مستمرة بعد الزرع. طيب قديه مدى عمر الكلية المزروعة؟ ممكن هالكلية المزروعة ممكن تتأثر اكثر من غيرها؟ الكلوة المزروعة depends عن من مين اختيها، يعني اذا اختيها من حدا ممكن اذا شاب صغير او اذا اكيد ختيار. اكيد لانه الكلوة هي فيها خلايا فيها مليون وحدة، ومع العمر بصيروا هالخلايا او الوحدات الفونكسيونال بصيروا يخفوا مع الوقت. يعني طبيعي اذا اخذتيها من حدا كبير بالعمر الديوري دو في تبعها رح تكون عمرها اقصر. كمان اذا المريض عنده مشاكل سكري او مشاكل ضغط في حال اخذناها بدها تكون اقصر، بس كل ما نحافظ عليها كل ما تعيش اكثر. دكتور روي، في شي حالات بنزرع كليتين؟ هلا نحن مبدئيا الزرع بيتم لكلبة وحدة، ما بيتم زرع لكلوتين لانه مثل ما قلنا انه الانسان في يعيش بكلوة وحدة، فاذا لو كان عنده كلوتين وراحوا بنرجع كلوة وحدة بتلعب بتشتغل محل هوديك الكلوتين، وبده يصير في متابعه مثل ما قالت الدكتوره كلاب. وفي كمان شغله انا بدي اقولها بالنسبه لعمر الكلوه، كثير بيتاثر نحن بالنسبه للعمل الجراحي لنا الوقت اللي بناخده من وقت لما بنستأصل الكلوه بنوقف الدم عنها لوقت ما بنزرعها، هي الوقت كثير مهم، هو بياثر كثير. هي الوقت نحن بنقول له من ذهب لنا، يعني بده يكون مثل ما عملك بده يكون في فريقين طبي بشكل سريع بده يتم منحطها بتلج دغري، لانه الكلوه اجمالا دقائق معينه بتروح بتنتهي، فاذا الوقت اللي بحطه الجراح من انه بس يستقصي ليرجع يزرع هالوقت هيدا هو ثمين وهو اللي بيلعب دوره لبعدين. ومنشان هيك نحن عم نقول من بس يكون الواهب حي بتنجح اكثر، لانه بس يكون الواهب في حاله وفاه دماغيه هون بيلعب دور كمان الوقت بشكل كثير مهم، لانه اوقات كثير بصير في استئصال للكلوه وبعد المريض اللي بده يستقبل الكلوه منه جاهز، بيكون ببيته بده يطلبوا منه ليرجع يجي على المستشفى يتحضر ويجي حكيم البنج و100 الف شغله، واوقات بتكون الساعه 3 بالليل. هون بتكون عم تخسر الكلوه تدريجيا دقيقه ورا دقيقه عم تخسر من فونكسيون تبعها. وهون اكيد مش رح نوقف نحن زراعتها، بنزرعها بس دائما في عندنا ريسك انه ما تنجح، ممكن بعد جمعة ممكن بعد شهر ممكن اوقات تضاين سنين بلا ما يكون في اي مشكلة. طيب هل في علاج لازم يعني لازم يقوم فيه المريض بعد زراعة الكلية؟ هلا اجمالا نحن من بعد زراعة الكلية بنحط على ادوية لتوطي المناعة، لانه قد ما كان في متشابه بين الواهب واللي عم يستقبل الكلية دائما الجسم المناعة تبع اللي عم يستقبل الكلية بده يقوم يدافع، لانه يعني بيعتبر انه هالجسم غريب بالنسبة له، بده يحط كل الاشياء الدفاعيه تبعوله ويبلش يحارب هالجسم ويعمل مثل رياكسيون لحتى يكبه مثل ما بيقولوا هون. ساعتها حكم الكليب بيتدخلوا وبيعطوا ادويه لتخفض المناعه تبع اللي عم يستقبل الكلوه. اذا دكتوره كلاب بتزيد شيء بالنسبه للادويه؟ انا بدي اطلب هلا منكم نصيحه اخيره للمشاهدين عن زراعه الكلى. زرع الكلى هو حل من الحلول الحلول المتوفرة في حال الكسل الكلى، هو أمل للمرضى اللي عندهم كسل كلى فشل كلوي مزمن. جراحتها سهلة ومستقبلها كتير منيح. عم نقول لهم للمشاهدين ما يخافوا من زرع الكلى، ما يخافوا من وهب الأعضاء، وان شاء الله وهب الاعضاء بلبنان عنا يصير اكثر واكثر حتى بالبلدان العربيه كمان. مزبوط، بالبلدان العربيه كمان. بدي اتشكر حضوركم، اكيد رح بيكون لنا لقاءات ثانيه. مشاهدينا بالفقره الاخيره رح تنضم لنا اخصائيه التغذيه هند دخيل، خليكم معنا.
حكينا مشاهدينا بالتفصيل عن زرع الكلى وغسيل الكلى، اما بهالفقره هلا رح نحكي عن اهميه الغذاء لغاسلي وزارعي الكلى. بدي ارجع اذكركم انه فيكم تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واذا كان عندكم اي سؤال حابين تطرحوه مباشره على ضيوفنا فيكم تطرحوه على الارقام اللي عم تمرق باسفل الشاشه. انضمت لنا هلا اخصائيه التغذيه هن الدخيل، اهلا وسهلا فيك. شكرا. مثل ما سبق وقلنا بهالفقره ما بنحكي عن اهميه الغذاء للي عم بيزرع واللي عم بغسلوا الكلى. من خلال الغذاء كيف بيساعد المريض اللي عم بغسل الكلى بهالفتره؟ فتره المريض اللي عنده مشاكل بالكلاوي هو عم بغسل، هو بحاجه كثير كمان لنظام حميه غذائيه كثير مهمه. اول شيء ليضله بصحته، ليضله نشيط، لياخذ هالوحدات الحراريه اللي لازم ياخذها، في كميات بروتين لازم ياخذها ضروري لجسمه، لانه معروف انه الاشخاص اللي ما بياكلوا منيح بهالفتره كثير بصير عندهم سوء تغذيه. واكيد بنطلع دائما حسب كمان الطبيب وفحص الدم، في الفوسفات، في عنا البوتاسيوم، عنا الصوديوم، اكيد لازم دائما ننتبه لهم لنكون عم نعطيه هالغذاء مثل حسب حالته الصحيه يعني. نعم. طب بالمقابل هل في اطعمه لازم يتجنبها؟ اذا كان عالي عنده بالدم الفوسفورس، الفوسفات او البوتاسيوم، لازم اكيد يتجنب بعض الاطعمه. بنرجع رح نفوت اكثر بالتفاصيل شو هن الاكل. اكيد الصوديوم لازم يتجنب، الاكل اللي عالي بالصوديوم مثل الملح واكل كمان يلي هو مصنع وغني جدا بالصوديوم. لازم يتجنب الدهون المشبعه يعني مثل السمنه، الزبده، كل هالدهون يلي هي حيوانيه اللي مضره للجسم. وزياده سوائل اكثر من حد معين يعني كمان. طيب بيقولوا انه ما بيقدر مريض الكلى المحافظ على مستويات طبيعيه من البوتاسيوم بجسمه، كيف هون الاكل بيساعده؟ اوكي، هلا هي اكيد الاكل هو عنصر كثير مهم ليحافظ على مستوى البوتاسيوم بالدم. في انواع اكل، في ثلاث امور اذا بدك. هو نحن كثير نحن بنشدد انه يكون مش عم يتخطى ال 2000 ملي جرام بوتاسيوم يكون عم ياخذهم من الاكل بالنهار. في انواع اكل خاصه الفواكه والخضار هي نحن بنقسمها حسب فئات، يعني الشخص اللي بيجي لعنا بنفسر له اكيد بالتفاصيل. في هلا انا هون مثل جبت الاكستريمز، يعني يلي كثير عالي بالبوتاسيوم او يلي واطي او متوسط بالبوتاسيوم، بس هو في تفاصيل اكثر. مثلا بنقول لهم يتجنبوا لنفترض البندوره، الاورنج، الافوكا، الموز، هول عاليين جدا بالبوتاسيوم. ومنفضل نحن مثل هون انا عم بخلط بين فواكه وخضره، بس بالاجمال البطيخ، الشمام، الجزر اذا كان مطبوخ، العنب بكميات محدده اكيد مش بكميات كثير عاليه، القرنبيط، الخيار، الخس، ورقيات الخضر الفاتحه، اكيد هول في ياخذهم بعتقد كمان بكميات محدده، ما في شيء فينا ناخده بلا كميه يعني بلا ما نحدد الكميه. والطريقه اللي اهم انه حتى اذا اكل شويه متوسط او عالي بالبوتاسيوم بنقول له للشخص انه يقطع الاكل، يقشره منيح، ينقعه لشي ثلاث ساعات بالمي، وهيدي المي يكبها على مرحلتين ثلاثه، اوكي؟ او الطريقه الثانيه انه نطبخ الاكل، نحن وقت نطبخ الاكل على شي ثلاث ساعات كمان هيدي المي حتى الخضار والفواكه. اوكي. طب كنا عم نحكي شوي عن السوائل، قديه لازم هون مريض الكلى ياخذ سوائل بالنهار؟ اوكي. السوائل بالاجمال لازم عاده الحكيم اكيد كل مريض بمريضه بيقول لنا تقريبا قديه بده سوائل بالنهار، بس بالاجمال بين لتر للتر ونص، او في طريقه ثانيه تقريبا شي 700 سي سي ل 1000 سي سي ماء يعني للتر ماكسيموم، بلس قديش عم بضهر بول. اوكي. نعم. هلا هيديك الطريقه شويه شامله اكثر، بس دائما عاده على ضوء شو بقلنا الحكيم. نعم. طب هل العصير هون بهالحاله مثل المي؟ اكيد السوائل هي بتشمل المي، العصير، الشاي، اليانسون، الحليب، كل انواع السوائل. وكمان هلا يمكن مثلا واحد كل ما يقرب على الموسم الصيف او الشوب، لانه ما فينا كثير نشرب، في طرق بنعلمهم اياها، مثلا يمكن نحط ثلج، يمكن الليموناد نتلجها، وقتها انت بتلج هالسائل بصير بيكبر الفوليوم، وقت الواحد بمصه على رواق يعني بينعش المريض بلا ما يكون عم ياخذ كميه سوائل كثير عاليه لما ينضر. رح نكمل موضوعنا، بس قبل معنا اتصال جوزيف من لبنان، اهلا وسهلا فيك جوزيف. بونجورين، تفضل. بدي اسال اخيك سعيد فاروي. نعم. اللي مش مريض شو لازم ياكل ليحافظ على الكلاوي بالضبط؟ ليحافظ على كلاوي، على كلاوي. نعم. تما يتفالع المرض يعني. نعم. بدي اتشكر اتصالك، حابه تسالي اي سؤال؟ نو نو نو، بس هي هيدي البارت
كمان مثل كثير شبيهه باللي بيعمل ترانسبلانت، يعني اللي اوريدي بيزرع، كمان رح نحكي عنه انه شو لازم يعمل، اكيد بنجاوبه هلا. او بدي اطلب من جوزيف لكان يضل عم يتابعنا لانه رح نحكي عنه كثير شبيهه كرمال لما نرجع ناذي الكلوه. اوكي كنا عم نحكي عن السوائل. مزبوط، قلنا انه العصير يشبه المي. هو سائل، هو من السوائل اللي بنعتبرهم سوائل، يعني يمكن حتى الجيلو، البودينج، اللبن، كل شيء اذا بدك بصير على حراره الاوضه ليكويد سائل. نعم. هيدا بكون بنعتبر سوائل. البوظه حتى هي ضمن. نعم. السوائل المسموحه. هن بيقولوا انحباس المي بياثر على شرايين القلب، هون كيف نتجنب انحباس المي؟ اوكي، اكيد انحباس المي بضر الكلاوي، بضر شرايين القلب وكل الجسم يعني، بس هون نحن لنتجنب اول شيء انه بنحدد قد ايه كميه السوائل، بلس النقطه الثانيه المهمه انه نحن بنخفف كميه الصوديوم، لانه دائما المي بيلحق الصوديوم، نحن اذا كثير بناخذ ملح اللي بنرشه او الاكل المالح مثل اذا بدك الكبيس، الزيتون، كل شيء معلب ومصنع، الخردل حتى، كل هالامور يلي مرات ما فيها كثير وحدات حراريه بس هي غنيه جدا بالصوديوم، ما بدنا نجرب نتجنبها، ودائما برجع بذكر انه بدنا تقريبا شي 2000 ملي جرام صوديوم بالنهار، كل ملعقة شاي يلي هي 5 جرامات ملح عادي فيها شي 2400 ملي جرام صوديوم، يعني هي دائما بحب اقولها لنعرف نحن قد ايه الكمية قليلة. اوكي. نعم. طب المريض بيعجز كمان عن التخلص من فائض الفوسفور، اكيد بيؤدي الى اشياء سلبية مثل ضعف العظام وغيرها، هون شو لازم يعمل؟ مزبوط، لأنه إذا الفوسفات عليه بالدم كمان بصير الكالسيوم ريزوربشن، يعني بصير بيخسر من الكالسيوم بالعظم، بصير غير انه بصير عنده ترقق عظم، بصير عنده تكلس بالشرايين. هون نحن كمان في انواع اكل بنتجنبها، بنحدد انه تقريبا يكون الفوسفورس من الاكل شي 1000 ملي جرام، 800 ل 1000 ملي جرام بالنهار. عاده انا هون جبت معي الاكل يلي غني جدا بالفوسفورس، في عنا دائما الخبز الاسمر غني اكثر من الخبز الابيض. نعم. يعني حدا عنده مشاكل، مش دائما بنقول الخبز الاسمر لانه هو فيه الياف بينفع اكثر، هي نقطه كثير دائما بنسمعها لازم يتجنبوه. مثلا الدبس، عاده البقول، الحبوب مثل الفاصوليا، الحمص، المكسرات، يعني هون انا جربت جيب سامبلز، عندك اللوز والجوز وكل هالامور. الشوكولا يمكن رح نزعل بعض من المشاهدين، بس الشوكولا ايه الكاكاو عالي بالفوسفات لازم نتجنبه، حتى اذا كان حليب على شوكولا، الحليب يعني كل كبايه حليب فيها 250 ملي جرام فوسفورس، يعني نحن وقت بدنا نحدد 1000 بالنهار يمكن نمرق له نص كبايه ومنمرق الباقي الفوسفورس من شيء ثاني، لبن، البوظه، كل هالامور. وفي اكيد بعد الليسته طويله جدا لازم اكيد يتجنبها. طيب هلا عم نحكي هون عن مرض الغسيل اللي بغسلوا الكلى، هيك بتقولي لهم بطريقه مختصره شو النظام الغذائي اللي لازم يتبعه؟ اوكي، بالاجمال حدا عم بغسل لازم كثير، هون الفرق بين حدا مش عم بغسل وعم بغسل البروتين، يمكن اللي ما بعد ما حكينا عنه، بروتينات اللي كان لازم نحددها وقتها الشخص مش عم بيغسل وعنده مشاكل بالكلاوي، هون لا بالعكس لازم نعطي كمية بروتين، بنحدد 1.2 فينا نطلع لل 1.4 جرام بكل كيلو. هون كل شخص اكيد حسب وزنه حسب طوله بصير كمان منفوت بالتفاصيل، بس ليش ما نعطي بروتينات؟ لانه ما بدنا يصير عنده سوء تغذيه يستعمل، لانه كل ما يغسل بيخسر شي 10 جرامات من البروتين، سو بدنا نحن نعطيه زايد بروتين يلي هن مفروض يكونوا 50 ل 60% مثل ما بنسميهم هاي بيولوجيكال فاليو، يعني موجودين باللحمه، سمك، بالدجاج، باللبنه، بالجبنه، بال هول مش هول مش موجودين بهالانواع يلي هي اللحومات المصادر الحيوانيه. اذا بدك 50 ل 60% من البروتين لكن لازم يكون من هالامور. نعم. وباقي البروتين اكيد بدهم يجوا من النشويات، من الحبوب كمان اكيد فيها بروتين. سو لكن حكينا عن البروتين، حكينا عن السوائل، حكينا انه كثير منيح بدنا ننتبه على الصوديوم، على الفوسفورس، على البوتاسيوم، ولنعطي طاقه لهالشخص اللي هو بده شي 30 ل 35 وحده حراريه بكل كيلو، يعني بده منيح طاقه لانه عم بيغسل، من وين نحن بدنا نجيبهم؟ من الدهون الغير مشبعه،
اوكي، خاصة الزيوت النباتية، زيت الزيتون، زيت الكانولا، ومن النشويات اللي هي مفيدة، بس مش السمراء إذا كان عالي الفوسفات عنده. خلينا هلا هنا ننتقل شوية للحديث عن زارعي الكلى، حكينا عن اللي بيغسلوا الكلى، كمان اللي بيزرعوا الكلى شو لازم يتجنبوا من أطعمة أو لا لازم بياكلوا مثله مثل أي حدا تاني؟ يلي بيزرع الكلوة بالنسبة للبروتين، أول شيء رح يحس إنه النظام الغذائي صار أسهل، لأنه الشخص اللي عم بيغسل عنده كثير ممنوع مسموح بده كثير يغير، كل شهر لازم يقطع عند اخصائيه التغذيه والطبيب لانه حسب يتغير. وقتها بنزرع الكلوه هالبروتينات اللي هن 1.2 جرام اذا بدك بير كيلو بالكيلو، لازم يكونوا ضروريين نحن نعطيهم للمريض اول شهر شهرين، لانه بيكون هو خاض عمليه كبيره، بعدين بصير مثل اي انسان، بس المهم ينتبه. سو هون اللي بجاوبه لمسيو جوزيف انه لازم اكيد نشويات ناخذها باعتدال، نركز على مش السكر، يعني نركز على نشويات الكومبلكس كارب مثل المعكرونه، الرز، الخبز، كل هالانواع يلي هي قليله بالسكر المصنع. عندنا الخضار والفواكه يلي باعتدال اكيد لازم ناخذ 5 خضره لفواكه بالنهار، لانه هي غنيه جدا بالالياف وغنيه جدا بالمواد المضاده للاكسده الانتي اوكسيدنتس. لازم كل انواع الالبان والاجبان نجرب ناخذهم قليلين او بدون دسم. اوكي، اللحومات البروتينات بدنا ناخذهم باعتدال، يعني ما بدنا كثير نزيد مثل حياة الانسان، ما بدنا كثير نزيد فوق الكميه المحدده ولا كثير قليل كمان. والسوائل هون ما في حد للسوائل لشخص اللي اوريدي زرع كلوه، الا اذا عنده مشاكل ثانيه، مشاكل ضعف بعضلات القلب او ضغط. طب الادويه اللي بياخذها مريض اللي بيزرع الكلى اوقات بتؤدي الى يمكن تزيد له ضغط الدم، هون كيف نساعده؟ مزبوط، لانه معظم هالاشخاص يمكن ياخذوا الستيرويدز. 3 امور كثير مهمه اذا شخص عم ياخذ ستيرويدز، لازم لما يصير عنده سكر يتجنب السكر، العسل، مربى، او بياخذهم بكميات محدده. لازم الصوديوم لما يصير عنده ضغط ويجمع جسمه مي، مثل ما حكينا عن الصوديوم اوريدي، حكينا انه لازم ينتبه على الملح والصوديوم. لازم ياخذ كالسيوم لما يصير عنده ترقق عظام. نعم، سو هال3 امور لازم ينتبه لها اكيد الشخص اللي على هالادويه كمان. هند لو سمحتي بدنا نصيحه اخيره، خاصه كمان للمرضى اللي بيزرعوا كلى. نصيحة أخيرة، بتعرفي شو؟ إنه لازم يحافظوا على وزنهم، لأنه إذا صار في وزن زائد كمان هون، حتى لو إنسان بعد ما زرع كمان الوزن الزائد بتتفاقم المشاكل، مشاكل القلب، مشاكل الضغط، السكري، بنرجع بنضرب الكلوة. سو بدنا ننتبه كثير على وزننا يكون وزن طبيعي، بدنا ننتبه على الغذاء مثل ما حكينا، الحركة كثير مهمة، أكيد هون بياخذوا الأوكي من الحكيم إمتين بيقدروا يبلشوا يرجعوا يعملوا حركة، بس المشي كثير مهم، نحن نرجع نتحرك نمشي. وأكيد كل هالأمور اللي نحن دائما نتجنب الدخان، نتجنب انه بكميه عاليه اكثر من ما مسموح، مثلا مثل الكحول، الكافيين، كل هالامور يلي هي بتضرنا مفروض نحن نتجنبها. نعم، هنا بدي اتشكر وجودك معنا وحضرتك صرتي من اهل البيت، اكيد رح بيكون لنا لقاءات ثانيه، حنشوفك الجمعه الجاي معنا كمان. مشاهدينا لهون بنكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم من صحتك بالدنيا، بدي اتشكر متابعتكم، ولقائنا بيكون بكره بنفس الوقت.